سلام البنات، اللي يحب لي دات فوغي ولا التمر محشي بصح بالشوكولا على الطريقه الشرقيه ولا العراقيه، يشوف بلي اوباما غيدر شويه زيت وتاني الزبده، ندوبهم ونزيد تاني الكميه تاع الزبده بشويه باش تدوبلي غابيدمون، ما نديرهاش على فوا على مره، نديرها بشويه وكل ما تدوب نزيد تاني حسب الكميه تاع التمر ولا تاع الشوكولا اللي راح نديرها. هنا بعد ما درت الكميه تاع الزبده اللي هي مقدار واحد 8 مغارف مع زوج مغارف تاع الزيت، خليتهم يذوبوا، وانا هنايا التمر راني نحيلو هذيك العلفه ولا العظمه اللي راهي لداخل ونعوضها بحبه تاع لوز ولا حبه تاع جوز ولا حبه تاع نوازات، انتم واش حبيتوا. احنا نعرفوا التمر ولا لي دات فوغي تاعنا نديروا لهم اون بات داموند لداخل، لكن هذه الوصفه الشرقيه ولا العراقيه الاصل الداخل راح تكون محشيه بحاجه اللي تحبوها كما قلت لكم، جوز، لوز، نوات كاجو، ما كان حتى مشكل، حتى الكاوكاو تقدروا تحشيوها الداخل به بعد ما تنحو هذيك العظمه. احنا ما ننساوش تاني اوباما غي في حمام مريم، خلينا هذيك الزبده والزيت يذوبوا، وعندنا اضافه اللي راح تكون واللي سبقت قلت لكم باللي هذا التمر راح تكون فيه الشوكولا. انا يا درت هنايا شويه تاع شوكولا تارتيني اللي هي بنوازات، ما راهيش شوكولا سوداء ولا شوكولا بيضاء، هي شوكولا للطلاء بالنوازات بالبندق، اللون تاعها راهو بني، خلطتها معاهم ونقدروا نعوضوها بالشوكولا البيضاء ولا الشوكولا السوداء كيما حبيتوا. بعد ما داب كلش نغطس لداخل هادوك الحبه تاع التمر اللي راهم من ناحيه العلفه ولا العظمه، وعوضناها بحاجه اللي تحبوها، كاوكاو، لوز، جوز، واش عندكم واش تحبوا. نحرك مليح عليهم ونسي نغلفهم، بعد ما نشوف باللي خلاص راهم بيان انغوبي، يعني تغلفوا مليح بهذيك الشوكولا اللي درناها، راح نحطهم فوق ان ساشي ولا ولا صحن ولا حاجه اللي عندي اللي تكون معمره بالعنوات كوكو. يعني هنايا راكو تشوفوا هذا لو ساشي ما راهوش وحده ولا فارغ، راه فيه نوات كوكو اللي كان كمية اللي تقدر تغلف لنا هذاك التمر اللي راهو مغلف بالشوكولا وراح يزيد يتغلف من الفوق بالعنوات كوكو. كيفية بزاف سهلة وبزاف بنينة، ومام حتى في رمضان تقدروا تديروها كي تكسروا يعني الصيام. ها هي لي دات فوغي ولا التمر بالشوكولا المحشي باللوز والجوز وحاجه اللي تحبوها ولا اللي عندكم حتى بالكاوكاو، تقدموها لضيافكم ليكم لولادكم، خاصه مع صباح راهي فيها طاقة رائعة وممتن البنة ولا أروع. الكيفية تاع اليوم كانت التمر بالشوكولا أو لانوات كوكو على الطريقة العراقية، نتمنى إن شاء الله تعجبكم ونقول لكم ملاقات الخير يا وجه الخير.